ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جاءت الآية على لسان يعقوب عليه السلام إلى أبنائه بعد عودتهم من مصر دون أخيهم، بعدما أخبروا والدهم أن ابنه قد سرق. لم يتغير حال يعقوب مع الله، بقي صابرا محتسبا لا يبث حزنه إلا إليه. علم أن الفرج قريب وأن الأمر بخلاف ظاهره. أمر النبي يعقوب أولاده بالعودة إلى حيث كانوا وإحسان الظن بالله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله أي رحمته، واليأس خلاف الإيمان والأمل بالله. في لسان العرب اليأس القنوط، وقيل اليأس نقيض الرجاء. في الآية دعوة ربانية للعباد إلى حسن الظن بالله والتوكل عليه، مع الأخذ بالأسباب وعدم اليأس مهما طال الفرج. فاليأس يثبط العزائم ويمنع العمل، وهو باب إلى الكفر. وضرب الله يعقوب مثلا، صبر على فراق يوسف ثم صبر على فراق أخيه ولم يبدل بإيمانه شيئا. قال الطبري: لا تيأسوا أي لا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، ولا تقنطوا فلعل الله يريني إياهما بعد كل هذه المدة. وقال القرطبي: في الشدة يرجو المؤمن فرج الله ويقنط الكافر من ذلك. وقال السعدي: الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، وأما اليأس فيوجب التثاقل والتباطؤ، وأول ما يرجوه العباد هو فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. ومن لطائف الأمل بالله المغفرة، فلا ييأسن عبد من رحمة الله مهما عظمت الذنوب.